ولاحظوا أن أغلب الدعاء يأتي هكذا: اللهم اغفر لنا وارحمنا. فهل يعني ذلك أن المغفرة تأتي أولا قبل الرحمة، أي أن الله يغفر لعبيده ثم يرحمهم بعد ذلك، أم على العكس الرحمة مطلوبة أولا ليتم بعد ذلك إن شاء الله المغفرة، لأن الله سبحانه وتعالى يرحم العبد فيغفر له فيكون الدعاء هكذا: اللهم ارحمنا واغفر لنا، أم أن هذا غير المقصود؟ أفيدونا مأجورين. الذي ورد في القرآن الكريم تقديم طلب المغفرة على طلب الرحمة، كما في آخر سورة البقرة: واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. وذلك والله أعلم، لأن العبد بحاجة إلى مغفرة الذنوب أولا ثم الرحمة، كما يقال التخلية قبل التحلية، فينظف المكان أولا ويطهر المكان كان أولا ثم يزين بعد ذلك. أما أن يزين المكان قبل أن ينظف قبل أن يطهر فهذا يكون غير مناسب، وطلب المغفرة قبل الرحمة هو والله أعلم من هذا القبيل. نعم.